الأستاذ أحمد البارودي، أهلا بيك في العشية. في البداية احكي لنا كيف كانت انطلاقتك مع عالم الفنون البصرية. بالنسبة للبداية، ديما لما يخطر في بالي السؤال هذا، طبعا ما قدرش نعطيك تاريخ محدد، عبارة عن لحظات أو مواقف نتخيلها في صغري، واللي هي نقوله في أيامات المدرسة. كانت حسب رأي المدرسات اللي قالوا فيها أني كان في تفوق في الرسم، كان في تشجيع من المعلمين أن نستمر في الموضوع هذا. نتفكر حتى في موقف أن قبلة العلوم كان تعطي فيها في تبشير ملون، نجهز لها في الرسمة بتاع الدرس بتاع اليوم هذاك على السبورة، نرسم لها في النباتات، نرسم لها في التجارب، في كذا. كانت في صف رابعة تقريبا، اي في الحوش. حتى اول الحاجات اللي نفكر فيها في اوقات الفراغ اني نيش ندير، اني نخربش. فاعتقد هذه مرحله البدايات. هل وجدت المساحات الثقافيه في ليبيا مناسبه لعرض فنونك وتصاميمك؟ بالنسبه للمساحات في ليبيا، مش هنقول ان هي مش موجوده، لكن هنقول ان هي غير كافيه على الاقل. انا ما درستش الفنون، انا درست اتصالات، باعتبار ان الاعتقاد اللي قاعد سائد هو اصلا سواء في فتره دراستي هنا او حتى الان ان الفن ما ياكلش خبزه. فكان التوجيه هذاك الوقت انني نشوف تخصص يأهلني انني نخدم في مكان ماليش علاقه بالفنون. يعني فاخترت الاتصالات، تخرجت من كمهندس اتصالات. موضوع الفنون مارسته كأول مهنة لي أثناء دراستي للاتصالات. كنت نشتغل كفريلانسر، نصمم للناس أو لمكاتب أو جهات. بعدين درت مكتب خاص بي، مكتب تصميم إعلاني وإنتاجات إعلانية. زي ما قلت لك، بالنسبة كمشهد فني في ليبيا، أنا ما واكبتاش في خلال الفترة هذيكايا، ولكن أثناء المرحلة هي واللي أنا قدمت فيها معارض وإنتاج فني، لا أعتقد بوجود أي مساحات كافية أن هي من شأنها تأثر أو تخلي الناس تستمر أو تمارس الفنون. طيب ليش أنت مهتم بفن الحرفيات أكثر من الفنون الثانية؟ فن الحرفيات كان حقيقة صدفة، ما اخترتاش. أنا كفنان بصري يستهويني جميع أنواع الفنون البصرية، من ضمنها الحرفيات. الحرفيات بدايتها كانت في سنة 2014. في سنة 2014 كانت فترة الحرب على طرابلس. قبل فترة الحرب كنا مجموعة من الأصدقاء المصورين مهتمين بتوثيق الجانب الليبي، سواء كان معالم أو بيئة أو وجوه ليبية. فكنا في رحلات مستمرة، تقريبا كل خميس وجمعة نمشي يما جبل يما الصحراء نصوره. لكن فترة الحرب في هذه في 2014 ما كانش المسموح، أو ما كناش نقدروا نطلعوا ونصوروا باعتبار أن الكاميرا كانت تهمة. اضطرينا نقعدوا في الأحياش. الشيء هذا ما رضانيش الحق، أنا واخد على أني نتحرك، أني ندير نشاط، وكنت نبي نطلع روحي من المود هذا متاع الحرب. فجمعنا روحنا، كانت عندي مكانك كيزة الاستراحة، حوالي 4 أو 5 أشخاص كنا مهتمين بالفنون. نادينا السيد محمد الخروبي اللي هو حروفي محترف وخطاط، وطلبنا منه أن يقدم لنا ورشة عمل. وفعلا كنا خلال الأسبوع نلونه ونرسمه، نغيره في جونا أكثر منه هو موضوع مثلا واخدينه بطريقة احترافية أو مهنية. لكن النتاج متاع ورشة العمل هذه كان بداية لفكرة معرض دواي. سيد محمد شاف أعمال
من وجهة نظرة تنبئ بمستقبل كويس، فطلب منا احنا نشتغلوا على لوحات حروفية، يعني كل واحد يشتغل لوحته الخاصة بغض النظر على اللي كان يقدم خلال ورشة العمل. فنتفكر أنا الفترة دي كان أول مولود عندي سميتها علي، فقلت علاش ما نديرلاش لوحة باسمه، فكانت هذه أول لوحة حرفية أنا نخدمها اسمها علي، وشاركت بها في معرض دواي الأول. أول ما وريتها لسيد محمد أعجب بها وقال لي، نتفكر في الجملة اللي قالها لي، قال لي أرجوك ما توقفش استمر في الخدمة هذه. الحق أنا نشبه فيها شهادة كبيرة أن شخص زي هذا يقول لي الكلام هذا، أعتبر فيها شهادة منه. فأنا حاولت نزيد نشوف، نزيد نغذي المخيلة بالموضوع هذا، إلى أن صادف أن المولود الثاني زاد سميتها عمر، ودرت اللوحة الثانية سميتها عمر. السيد محمد أول ما شاف عمر قال لي خلي نديره معرض، أنا ما ترددتش ووافقت على طول، لأن في اعتقادي أن أنا لو تبي تكون محترف في شيء أقحم نفسك في شيء حقيقي، يعني نحاها من مرحلة الهواية وخلاها لمرحلة مهنة أو حاجة تقدمها للناس. الناس ما تقدرش تقدم لهم شيء طالما أنت مش راضي عليه وما تشوفش فيه الاحترافية أو تشوف فيه القيمة اللي أنت تقدر تعرضها. فقحمت روحي حقيقة وافقته، وكانت هذه بداية فكرة دوايا، واللي هي كانت في 2016. جمعنا نفس المجموعة هذه اللي اشتغلنا في ورشة العمل في 2014، قمنا بتقديم المقترح، سميناها دوايا مقصودة، أن تكون كلمة ليبية سهلة النطق، أن حتى لو المعرض انتقل لبلاد تانية يحاولوا يسألونا شو معنى دوايا، نفسروا لهم، نكون رفعنا معنا حاجة من الهوية الليبية غير الفن. فالحمد لله كان التنسيق والترتيب لمعرض دوايا الأول معنا جد احترافي، كل الفنانين قدموا أعمالهم في الوقت وبالمستوى المطلوب، تم التأطير ودعوة الناس، وقمنا بالمعرض في 2016 شهر 10 في فقيح حسن. الإقبال اللي شفناه من الناس ورد فعلهم والأسئلة وجودة الأسئلة خلانا نحسوا بالنجاح الحقيقة. النجاح هذا طبعا موضوع نسبي، كل واحد يقدر يعرفه بطريقته، لكن احنا على الأقل كفلسفة لدواية بالنسبة لنا النجاح هو تقديم الفنانين لإنتاج فني. ان احنا الفنانين في مجموعة الفنانين في هذاك الوقت، ان احنا وقفنا في ظروف صعبة وان انتجنا اعمال فنية قادرة على ان تكون جزء من معرض، هذا نشوف فيه النجاح رقم واحد يعني بالنسبة لدواية. النجاح الثاني هو الدواية هو الاستمرار، انك انت تقدم معرض 4 سنوات على التوالي في ظروف قاعدة تسوء كل سنة، هذا نعتبر فيه احتني نجاح. بغض النظر على التوسع اللي قمنا به في دواية من ناحية انه هو بدأ في مشاركات خارجية، انه هو بدأ يعرض في طرابلس وتونس، لكن الاستمرار في حد ذاته كان النجاح الأكبر لدواية. شنو الشيء اللي يميز فن الحروفيات بوجهة نظرك؟ وهل جمال الخط العربي هو الأساس في هذا الفن؟ من وجهة نظري الشخصية، أنا ما نفضلش ربط الحروفيات بالخط العربي. أنا شخصيا يستهويني شكل الحرف. الحرف هذا قد يكون عربي، قد يكون تفيناغ، قد يكون لاتيني أو صيني. الانسياب والشكل اللي في الحرف هو اللي يستهويني، وهو هذا اللي يخلي فيه أنا نوظف الشكل هذا في لوحة تشكيلية. موضوع الخط العربي هذا موضوع مختلف، مش هنقول مختلف تماما، لكن مختلف، يعني عندها طريقها الخاصة به وعندها معاييره وقواعدها الخاصة به. أنا ما نرضاش
أن يكون فيه مزج بين التخصصين، وما نرضاش أن هو يتم حصره في الخط العربي. يعني زي ما قلت لك، يعني يهمني شكل الحرف، فنوظفه مع سواء كان كتكوين سواء كان مع مجموعة لونية باش ننتج به لوحة فنية. بالنسبة للحروفية أنا نعتبر فيها توظيف للحرف أكثر من هو خط عربي أو غيره. شاركت في تنظيم معارض كثيرة داخل ليبيا، حدثني عنها. أنا زي ما قلت نعتبر روحي فنان بصري، فموضوع أن الأداء اللي نقدر أنا نوصل فيها وتقدر توصل هي الفكرة اللي في رأسي، يعني حنستعملها سواء كانت فرشة أو كاميرا أو غيرها أو حتى ضوء. كمعارض كان فيه معرض دواية، كان فيه معرض في جيبك، كان فيه في معارض حق نسيت حتى اسمها لأن كانت فيها مشاركات، لكن التنظيم كان لمعرض دواية. المعارض الأخرى عبارة عن مشاركات فيها. الناس طبعا هم حسب ما يقال أن الفنان يكتشف، فالناس المهتمة مثلا بالتصوير يشوفوا في بعض الصور للبارودي قد تكون هي صور احترافية أو فيها قيمة، أو هي أن هي تعطي قيمة لمعرض معين، فيكلموني يتواصلوا معي، عندنا معرض الفلاني نبوا الصورة الفلانية أو نبوا شن عندك من صور في الاتجاه هذا، نوريهم يعجبوا بها ياخدوها يتم المشاركة. المعارض هذه كانت فيه في كحروفيات على الأقل، فيه في فيينا، فيه في برشلونة، فيه طرابلس، في تونس أكثر من مرة. التصوير حتى هو فيه في مانهايم في ألمانيا، فيه في طرابلس، فيه في تونس. هذا اللي يحضرونيها في الوقت الحالي. هل كانت عندك مشاركات في معارض ومسابقات خاصة بالفن والتصوير الفوتوغرافي والحروفيات خارج ليبيا؟ بالنسبة للمشاركات الحروفيات زي ما سبق وقلت، لكن لو قلنا على حكاية المسابقات هذه اللي تحضرني الآن هي آخر مسابقة، هي كانت مسابقة إرت، البحث عن الهوية الليبية، مسابقة تعنى بتعزيز الهوية الليبية. تم فيها تواصل مع مجموعة من الناس، طبعاً هي كانت في صفحة تتجمع في مشاريع لها علاقة بالهوية، فأنا شاركت في المسابقة هذه عبر مشروعي، هو كتاب مصور تصوير الشوارع اللي استهواني مؤخراً. عرضت فكرة مشروعي على اللجنة ونالت الاستحسان، وكنت أنا من توب 10 اللي تم ترشيحنا لحضور دورات تدريبية في تونس لاستكمال مشاريعنا وظهورهم للحياة. تجربة دوايا للفنون اللي تعتبر أنت عضو مؤسس فيها، شن تحكي لنا عنها؟ طبعا زي ما قلت في السابق أن نجاحنا في الاستمرار، ومعرضنا هذا النسخة الرابعة في طرابلس للدوايا يزيد يأكد الكلام هذا، خلال خصوصا في الظروف اللي نعانوا منها في الوقت الحالي، واللي أقل ما نقدر نقول عليها أن هي ظروف سيئة وبائسة جدا، ولكن قدرنا ببعض من الإرادة وبعض من المسؤولية اللي تحتم علينا أن احنا نستمروا، قدرنا يكون فيه معرض دواية النسخة الرابعة. حاولنا في زي كل سنة أن نضيف قيمة على السنة اللي قبلها. السنة اللي فات كانت فيه مشاركة من تونس، وكان المعرض في طرابلس وتونس. السنة هذه حاولنا نتوسعه على الأقل حتى من النطاق الجغرافي، فكانت مشاركات من ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب.
المعرض السنة هذه ضم 11 فنان و30 عمل فني. في البداية في بداية المعرض أو التجهيز للمعرض تقريبا اللي قدرنا نجمعهم 3 فنانين واللي هم شبه اللي شاركوا في كل سنة. زي ما قلت لك الظروف سيئة جدا، ولكن الحمد لله التواصل الصبر التنسيق الجيد خلانا نوصلوا لل 11 الفنان ولل 30 العمل الفني هذا. نتمنى ان احنا نستمر بنفس المسؤولية هذه ويكون فيه دوايا 5. السنة هذه فيه تنسيق انه يعرض في طرابلس زي ما قلنا وفي ألمانيا ان شاء الله. نحاول نقدم رسالة الاستمرار في على النطاق المحلي، وأن ما فيش وقت غير مناسب. الوقت المناسب أنت تخلق لروحك، الظروف زي المحيطة بيك نفس المحيطة بينا. احنا قررنا أن نديروا شيء والحمد لله ندار وطلع للحياة. فالشيء هذا مهم أنك أنت ما ترجيش أي وقت وباش تسميه مناسب وباش تدير فيه الشيء هذا. نوض اليوم دير حاجة حتلقاها بإذن الله تحققت. نحاول نعرضه في العالم، نبغى نوصله رسالة المدنية، نبغى نوصله رسالة إن ليبيا موجودة بغض النظر عن اللي نشوفه فيه إحنا في الـ في الـ في الإنترنت أو في الميديا، قصص الحروب والعنف اللي في ليبيا. نتمنى إننا لو نجي نكتب جوجل في ليبيا بعد ما تطلع لي صورة دبابة تطلع لي صورة لوحة فنية. هذا على الأقل حلمي البسيط. لما نمشي نقدم شيء زي هذا أنا متأكد أنني حنأثر على الأقل في الحاضرين، حتى جزء من الحاضرين. حنقول ليبيا ما زالت موجودة على الخريطة. لو ارتسمت الصورة هذه متاع العنف اللي في ليبيا حنختفي من الخريطة حقيقة. أنت عضو مؤسس أيضاً في المنظمة الليبية للتصوير الفوتوغرافي، حدثني عن هذه المنظمة والمناشط اللي تقوم بها داخل ليبيا. بالنسبة للمنظمة الليبية للتصوير يعني كنت أحد أعضاء المؤسسين فيها. للأسف المنظمة ما استمرتش كمناشط، ككيان مازال موجود قاعد في تواصل بين المجموعة، لكن كمناشط تعتبر لا تذكر على الأقل. تأسست في 2012، نفس الفكرة، مجموعة من الفنانين من خلفيات مختلفة لكن يجمعنا حب التصوير الفوتوغرافي. درنا مجموعة معارض نتفكر آخرها كان في تونس، لكن حقيقة الظروف الراهنة خلت معظم الأعضاء في المنظمة ما عادش يتلاقوا، ما عادش يفكروا مع بعض. فيه اللي اضطر إن هو يهاجر، فيه اللي اضطر إن هو يوقف المجال. فنتمنى إن احنا نرجعوا وتكون فيه إرادة أقوى وتكون فيه ظروف أحسن بحيث إن احنا نستمر في المناشط اللي علاقة بالتصوير. الجوائز بشكل عام شو تعني لك؟ وهل غيابها وحضورها يأثر فيك؟ بالنسبة للجوائز أنا نشوف فيها موضوع تحصيل حاصل، والجائزة الحقيقية مش هو الشيء اللي ممكن أنت تاخده أو يقدمه لك في شكل عيني، وما هوش الشيء اللي ممكن يكون عن طريق الإطراء أو الكلام. بالنسبة لي أنا الجائزة اللي تعني لي هو اللي نوصلها مع ذاتي. أنا دائما في استكشاف لذاتي، ودائما نحاول أن أنا نتغلب على ذاتي. أي عمل نقوم به لازم يرضيني أنا قبل الآخرين. لازم أني لما نشوف العمل هذا نكون مستمتعت وأني نشتغل فيه.
المتعة الحقيقية والجائزة الحقيقية هي أثناء الرحلة متاع العمل. أنا الأول ما نشد الفرشة أو نشد الكاميرا أو غيرها وتبدأ الأفكار تتمخض، في بعض الأحيان طبعاً تكون في حاجات مدروسة وفي حاجات بيصير فيها ارتجال. المرحلة هذه هي بالنسبة لي أنا أهم مرحلة في العمل الفني، لما تنتج أو ينتج العمل ويطلع بالطريقة اللي أنت تعجبك تبدأ هذه أول جائزة أنت تكتسبها. الجائزة الثانية لما أنت تعرضها وتلاقى الاستحسان، طبعاً إن هي فعلاً تشوفها لقت الاستحسان في وجوه الناس أهم من تقديم زي ما قلت الكلام أو المجاملات أو الجوائز العينية. فهي الجائزة الحقيقية هي رحلة العمل أثناء تنفيذ العمل الفني نفسه. جائزة إرث البحث عن الهوية، شاركت وتحصلت على جائزتها، حدثني عنها. بالنسبة لإرث نشوف فيها تجربة يعني أكثر من هي جائزة. اللي عجبني فيها حقيقة اللقاء اللي اجتمعنا فيه احنا الفائزين وتبادل الأفكار والترابط اللي صار بيناتنا، هذه نشوف فيها هي أهم ميزة في المسابقة حقيقة. المواد اللي تم تدريسها خلال الفترة هذه كجزء من البرنامج حتى هي كانت كويسة جدا. إن احنا نجمع بعضنا هذو على الأقل الفائزين ونقدموا شيء غير اللي كنا احنا مفكرين فيه، يعني شيء إضافة، هذا نعتبر فيه يعني الحلم أو الشيء اللي نرغب في الوصول له. طبعا هي انك انه يسموك من الفائزين عندها تأثير نفسي كويس، لان احنا كبنادمية عندنا بعض المحطات او الوقفات اللي نقيم بها في حياتنا او في مجالنا، يعني زي لما تاخذ صحيفة، زي لما يعطوك شهادة تخرج، زي لما تبني حوش، زي لما يجيك مولودك الأول وغيرها. فهذه وقفات أو محطات في الحياة تخلي في الإنسان يعني عندها رصيد إيجابي ويستمتع به طول حياته. فأعتقد أن حتى الشيء زي هذا أن هو يتم تسميتك أو من الفائزين تعتبر حتى هي وقفة أو محطة جميلة تقعد تتفكر فيها طول حياتك. طيب أعمالك ومعارضك الجاية وين راح تكون؟ بالنسبة لأعمالي ومعارضي أنا نتمنى أن نكون أنا نشتغل ديما حتى في الحروفيات، نشتغل في حروفيات تجريدية. فأنا نتمنى سواء كان في الفن سواء كان حتى في صيغة الخطاب يتم تجريد، بما في ذلك تجريد حتى كوكب الأرض من الحدود. يعني نفضل أن يكون إنسان من كوكب الأرض على أن يكون إنسان من جغرافيا معينة، قصدي الأرض تتحرك وإحنا انخلقنا على الأرض، علاش أنا لازم محكوم أني نعرض في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني وفيه هلبة عوائق ما تخلينيش نعرض في المكان الآخر نتيجة لحدود ونتيجة لقوانين وضحى الإنسان نفسه، يعني هذا نشبح فيه ظلم. فأنا ديما نتخيل في روحي إنسان من كوكب الأرض مش مربوط بجغرافيا، نتمنى أني نعرض على كوكب الأرض كله. لو تحب اليوم توجه رسالة امتنان وعرفان لمن تقدمها؟ بالنسبة لرسالة نوجهها طبعا امتنان وعرفان، ما نعرفش من اللي وصلت له، لو نقدر نقول هذا الشيء على نفسي أو ما نعرفش أنا فعليا شنو وصلت بالضبط، ولكن حتكون كل الناس اللي دعمتني وساندتني، وأول الناس هذا أمي، فهي لله الفضل. ونتفكر أن هي من صغري إلى هذه اللحظة قاعدة تشجع فيها وقاعدة تعجب فيها أعمالي، وهي
أكثر إنسانة ممكن دعمتني في المجال هذا. أخيرا شنو تحب تقول لكل متابعيك عبر شاشة قناة 218؟ نحب نقول للمتابعين إن زي ما قلت في السابق إن ما ترجيش الوقت المناسب باش تقدم أي شيء في حياتك. الوقت المناسب أنت اللي تصنعه، وأنت ما تملكش إنك أنت تستناه الوقت، هو أنت تملك الوقت الحالي. فأي حد عنده فكرة أو عنده مشروع أو عنده هواية يبي يقدمها يحاول يعزل روحه من الفوضى اللي صايرة، يعزل روحه من حالة العنف والحرب اللي صايرة، إنه هو يركز في التخصص اللي هو يعرفه واللي يعتقد إنه هو يقدر يقدم فيه شيء، ويبدأ اليوم مش غدوة، اليوم. في مثل إنجليزي يقول لك if you don't do it today you never do it، يعني لو ما درتاش اليوم مش حديره. فهذه رسالتي لكل المتابعين، سواء كان مهتمين أو فنانين أو غير فنانين، لأن الشيء هذا ينطبق علينا كلنا احنا كليبيين. وشكرا.